السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. شرحنا الفيديو السابق مقدمة على الدورة. إن شاء الله تعالى النهاردة هنستكمل الشغل بتاعنا. هنعمل النهاردة بعض الخطوات. أولا تصطيب السيرفر المحلي اللي هو الإكزام، ثم تصطيب الكمبوزر، ثم نعمل إنستول لللارافيل فيرجن 9. مبدئيا أنا جهزت ليك اللينكات، هكون موجودة عند حضرتك في الديسكريبشن تحت الفيديو. اول حاجه نعملها هننزل الاكزام بسيرفر، ناخد الكود كوبي، نروح على متصفح بيست وانتر، هنزل حسب النسخه اللي عندي. انا عندي نسخه 64، ننزل ايه 8 فما اعلى. نعمل داونلود، هينزل معايا ملف. بعد ما الملف يحمل معايا بعمل شو ان فولدر، اعمل كليك يمين عليه واعمل ران از ادمنستريتور، بقول يس. استنى يحمل شويه. هيظهر لي الارت الحالي، اعمل اوكي، هعمل نيكست نيكست، اختار المكان اللي انا عايز اعمل فيه انستليشن. نروح مثلا على فولدر الاي، هنروح مثلا هنا مثلا نعمل فولدر نسميه لارافيل 9، بداخله هنعمل فولدر جديد هنسميه اكزام. اختاره، اعمل سيلكت فولدر. يبقى احنا كده عملنا المسار فين؟ لارافيل 9 اكزام اللي هو فين؟ في الاي. هعمل نيكست نيكست ثم نيكست، هقفل افتح معايا، ارجع من تاني، اعمل نيكست، هيبدا يعمل لي عمليه انستليشن. كده بيقول لي ايه؟ كومبليت انستليشن، اعمل فينش. بعد كده المفروض يفتح لي قائمه الاكزام. او نروح على الاكزام مباشره، احنا عملناه فين؟ في الاكزام. افتح الاكزام تحت، افتح اللي هو الاكزام كنترول دوت اكس اي، افتحها كده اهو. طب انا عاوز افتحها ايه؟ افتحها بالادمنستريشن، كليك يمين ران از ادمنستريشن، يظهر لي كده اهو. هنعلم على العلامه دي والعلامه دي. دي معناها ايه؟ معناها ان يشغل الاكزام بشكل الي مع الويندوز، عشان مش كل مره انا هدخل اعمل ستارت يدوي الاكزام، لا انا هعمل انستول كسيرفس واديله سماحيه الاو فايروول وشرحه في ماي سيكوال. كده مجرد ما تعمل عندك الجهاز ريستارت في اي وقت الاكزام هيشتغل معاك بشكل عالي. دلوقتي هعمل ستارت يدوي، ما عنديش مشاكل، وستارت في الثاني في ماي سيكوال ما عنديش مشاكل. في بعض الكونفيجريشن المفروض نعملها في الاكزام بعد ما نعمل له تصطيب. مبدئيا عندك هنا في الكونفيج في اللوجز بي اتش بي لوجز ايرور، بيقول لك ايه؟ الملف مش موجود، الملف اللي هو بيعمل فيه بي اتش بي ايرور لوج مش موجود. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح كده يدويا، انا هحسب لك الملف اهو. دايما مع تصطيب اي نسخه من الاكزام بيكون في مشكله دي. اعمل كوبي الملف ده اهو، كوبي، واروح على المكان اللي انا عامل فيه تصطيب للاكزام، عملناه في اللارفل 9 اكزام، ادخل على البي اتش بي واعمل بيست الملف بتاع اللوجز. تمام، ارجع من تاني
افتح اللغز هنا عندي ما عنديش فيها مشكله اشتغلت معايا. طيب بعد كده هنفتح الكونفيج http dssl config رقم 2. اول حاجه هنعمل هاشنج للليستن 443 وهنبحث عن كلمه سيرفر نيم في الداون ونشيل الكلام ده اهو ونخليه لوكال هوست. اعمل سيف واقفل الملف. بعد كده ادخل على ملف تاني مهم عندي وملف البي اتش بي اي ان اي ونروح هنا على الملف اللي معانا في الشرح نفتح البي اتش بي اي ان اي تكست. اول حاجه هنعملها نعمل ايه؟ هنبحث عن الكلمه دي بوست ماكس سايز هنا ونخليها 750 اكبر شويه ونروح على ابلود ماكس فايل سايز شرحه نخليها 750 ونروح على ماكس اكسكيوشن تايم ودي مهمه جدا جدا نخليها رقم كبير نختار اب ابحث لي بالاعلى نخليها مثلا 6000 او 7000 ان دي مهمه جدا جدا. لو جربت تعمل امبورت داتابيس كبيره والرقم ده كان صغير هيقول لك ايه ماكس اكسكيوشن تايم ايرور. بعد كده هنختار ماكس ابلود فايل سايز شرحه هنخليها مثلا 1000 او 750 نعمل داون ابحث لي بالاسفل عملناها قبل كده ونعمل بوست ماكس سايز كده اهو نختار اب. طيب موجوده 750 تمام. احنا خلينا نتابع العكس تمام نختار ماكس انبوت تايم. طيب ماكس انبوت تايم في الداون كده في الاب نخليها 6000 ونختار ميموري ليميت في الداون موجوده اهي نخليها مثلا 1024 ميجا على حسب حجم الرامات اللي عندك يفضل انها تكون 25% من حجم الرامات. طيب بعمل سيف كنترول اس بقفل الملف بتاعي كده احنا عملنا ايه عملنا انستليشن الاكزام. تعال نجرب هنروح على اللوكال هوست نعمل انتر بي اتش بي ماي ادمن ممتاز كده انا مشغل الاكزام اللي عندي. لو عملت لوكال هوست كده تاني مثلا طلعت بي اتش بي انفو قول ايه فيرجن كام 8.1.6 كويس خالص. بعد كده بعد الاكزام هنعمل ايه تاني؟ عاوزين نطلب الكومبوزر تمام؟ نطلب الكومبوزر ده اللي من خلاله اقدر اتحكم في تصطيب مكتبات اللارافيل. طيب كومبوزر هنروح على الملف اللي معانا بتاع الانستليشن انا مجهز لك اللينك هناخد اللينك كده اهو ونروح على متصفح نعمل انتر هيدخلني على موقع الكومبوزر هندوس على كومبوزر سيت اب اكس اي هعمل شو ان فولدر واشغل الملف انستول اعمل يس واعمل نيكست واختار المسار بتاعي احنا عملناه فين؟ عملناه في البارتيشن الاي ولارفل 9 الاكزام بي اتش بي واختار بي اتش بي دوت اي اكس اي اعمل اوبن وهنا اهم شيء اعلم على دي اد ذس بي اتش بي تو يور باس بتاع الفاريبل انفايرمنت اللي عندي في الـ في الويندوز بتاعي اعمل نيكست كمان انستول
اقول له ايه نكست كمان شكرا فينيش. طيب عاوز اجرب اعمل ويندوز وار مثلا شغل عندي سي ام دي مثلا اكتب كومبوزر اعمل انتر يقول لي كومبوزر موجود عندك وشغال معك تمام. بعد كده هنروح على انستول لارافيل 9. طيب روحنا على موقع لارافيل دخلنا على بند انستليشن عندي اخر اصدار لارافيل 9. طيب النهارده تاريخ 25/8/2022 ممكن مستقبلا اي شخص يدخل على الفيديو ويشتغل معانا لو عمل الامر ده بتاع الانستليشن الامر العادي هيحمل لك اخر نسخه قد تكون 10/11/12 فهتلاقي ان الكود اللي في الدوره مش شغال معاك او في بعض ايرور فاحنا هنحاول ننزل ايه نحدد انهي نسخه من لارافيل اللي احنا عملنا انستول. طيب هم حاليا وصلوا للنسخه 9.3.5 في لارافيل فهناخد الامر كده اهو كوبي تمام ونقول له حمل لي النسخه دي تحديدا. هنروح هنا على المكان اللي فيه السيرفر المحلي الاكزام عملناه في البارتيشن اكزام ادخل على اتش دوكس ده اللي فيه ملفات المشاريع هنا هعمل كليك يمين جيت باش هير جيت باش هير. طيب انا لو مش عندي برنامج الجيت اللي انا بشتغل بيه هروح على اكتب جيت داونلود او هي عندك هنا في الملف بتاعنا مش موجوده مش موجوده. طيب هنروح على جيت داونلود اول لينك عندي هعمل داونلود فور ويندوز بختار نسخه انا نسخه عندي الجهاز 64 اعمل داونلود بيقول لي ايه تم التحميل. طيب اول حاجه ناخد اللينك ده اهو كوبي نحطه في الفايل ليك على الفيديو داونلود اكتب الجيت وده اللينك بتاعه ثم نروح بعد كده على شو ان فولدر الملف اللي حملناه اعمل كليك يمين ران يس اعمل تسجيل نكست 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 كمان نكست نكست انستول يقول لي ايه فينيش تمام. الجيت هاب الجيت ده هو التول بتساعدني ان انا ايه اعمل داونلود ورفع على الجيت هاب وليها بعض المثال الاخرى ان شاء الله تعالى بنعمل لها كم فيديو نشرح معنى الجيت وبكل تفاصيله. بعد كده بنروح على الفولدر بتاعنا اتش دوكس اللي داخل الاكزام ممكن اعمل شيفت وكليك يمين وافتح الباور شيل واعمل منها امر الانستول تمام شيفت وكليك يمين او من خلال كليك يمين واختار جيت باش هير هروح على الفايل بتاعي اختار الامر اللي بيعمل انستول لارافيل اخر نسخه حاليا دلوقتي 9.3.5 مستقبلا الله اعلم فاحنا هنشتغل على ايه على الفيرجن دي اعمل كوبي اجي هنا كده اقول له بيست كليك يمين كليك يمين على الماوس انتر سيريز دي اسم المشروع بقول له حمل لي لارافيل فيرجن معينه ثم بعد كده اسم المشروع بتاعنا هنسميه سيلز كده بيقول لي ايه ابلكيشن كي سيت سكسسفولي معناه ان هو كده خلص عمليه التسطيب هقفل وارجع تاني على اتش دوكس هنشوف ملف جديد نزل عندي اسمه السيلز ده هو فولدر مشروع لارافيل 9 افتح السيلز اروح على ملف الكومبوزر دوت جيسون كليك يمين افتحه هلاقي عندي ايه جاي لي بي اتش بي فيرجن ولارافيل فيرجن
اقفل هنا اعمل جيت باش هير من تاني جيت باش هير واكتب امر بي اتش بي ارتيسان سيرف بقول له لو سمحت شغل لي المشروع ده اهو بيديني اللينك بتاع المشروع اخده كوبي كنترول سي هروح هنا على كروم بيست انتر بقول ويلكم لارافيل كده احنا ايه سطبنا لارافيل 9 ان شاء الله تعالى الفيديو القادم هنتعلم ازاي نشتغل على محرر اكواد سواء بي اتش بي ستورم او الفيجوال ستوديو او السبلاين فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.